يو كان اتشو وين اصلا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هلو ايفريبادي كورس زير ومرحبا بكم في قناتنا علي كورس. تاخرنا عليكم ولكن هذا التاخر كان لديه اسبابه الخاصه من عمل، وتعرفون الصيف ليس كالاشخاص العاديين ولكن الشتاء يكون فترات استرخاء واستكشاف. اليوم سوف ندخل للغابة المعتادة التي ندخل إليها، ولكن سوف نستكشفها في تحدي. سوف نذهب مباشرة دون أن نأخذ أي منعرجات. سوف نرى أين سوف نصل. سوف نصل إلى أماكن لم نستكشفها لحد الساعة. ولكي لا أطول عليكم، ضعوا لايك وسبسكرايب لكي تدعموا القناة، وهيا بنا. كي كل واد هنا يصف اما من هذا الاتجاه، هي مفترق طرق هنايا. حنايا ديك المره كملنا الطريق من تما ما كايناش يا ياسر، لا توجد طارق. لا كاين الطريق ولكن غتوصل واحد المطعم جدد. هذا هو الاتجاه. لا وحصلت هنا دابا راه تبين شي واحد هنا. والان سوف نتوجه الى هذا الطريق وسوف نبدا المغامره الحقيقيه، لاننا لا نعلم الطريق بحد بالتحديد. والان بعد ان قطعنا 50 ألف ميل سوف نتوجه الى المغامره الحقيقيه. الان سوف ندخل من هذا الاتجاه ونتوجه الى الداخل.
لم يحطم منذ العصر الطباشيري. كما هي هذا هو آخر موطع بالطه. ياسر هذه هي الطلعة اللي قلت لك عليها. تقول لي شي، تقول لي شي، ما كاينش الطريق. أظن لا يوجد طريق. استمر استمر. لا يوجد طريق. نحن وراء. لا توجد طريق. واسع. ياسر كاين شي طريق ولا كاينه؟ لا ما كايناش. واسع. لا توجد طريق. هذا ما استطعنا الوصول إليه. حاليا هذا ما استطعنا الوصول إليه. الآن وجدتمونا صبرنا في الطريق الجبلي. هناك طريقين أو طريق واحد. طريق واحد. يا إلهي ما الذي يتبعون في هذه الطريق؟ تابعونا. تلك هي الطريق. أسفلها هي الطريق التي جئنا منها. انظروا كم المسافة التي قطعناها. الآن نحن هنا. انظروا المسافة. لقد صعدنا الجبل. وهناك أماكن هنا فيها انهيارات. انهيارات صخرية. انظر الطريق التي تتبعنا. إنها طريق لا ندري إلى أين تأخذنا، لكن سوف نجرب حظنا ونتوكل على الله. يا بسم الله. أرى أن هناك طريق أخرى هناك، ولكن لا أستطيع أن أعلق على ذلك. الآن كنا أسفل هذه المنطقة، والآن قد وصلنا إلى مكان شبه مجدود. لا ندري لماذا هناك طريق بالطبع، لكن هذا المكان استنتاجاتنا تقول أن هذا المكان خاص به الصيادة الذي يختبئون من الخنازير. وهذه الكتلة من الخشب أو قطع الأشجار المقطعة على شكل حائط صغير بمثابة سد اصطناعي بدائي لحماية الطريق من عدم الانهيار من قبل السكان المحليين. وصلنا إلى مكان سوف نقطع بين جبلين. هذا الجبل الأول، هذا هو الجبل الثاني. الآن ها هنا أخونا ياسر، انظروا المسافة. ها إذن هناك أحد يزرع هنا، يأخذ المياه الجوفية. عموما نحن ليس هدفنا هذا، هدفنا أن نقطع الجبل الآخر ونجد الطريق للعودة، لأننا إذا رجعنا من هذه الطريق سوف تكون معضلة كبيرة. انظروا المكان، الجبال كلها تظهر. هيا بنا. هذا المنزل هنا ليس منزل بل دور صفيح. لا ندري متى كان، أول مرة أراه لأننا هذا أول مرة نأتي لهذه المنطقة. سوف ندخل هنا. أتمنى أن نصل إلى مكان أعرفه. يا إلهي إلى، لقد وصلنا إلى بئر، ولكنه شبه متسخ. إذن وهنا طريق، يعني هنا مزرعة. انظروا إلى المكان الذي وصلنا إليه. لقد وصلنا إلى قمة المدينة.
حان وقت العودة لأن نستكشف ونحن عددنا قليل بهذا العدد ثلاثة. وهناك طريق أخرى. إنها مزرعة. توجد الطريق صحيح؟ هناك طريقين، سوف نذهب مباشرة. أتمنى أن نجد المكان أو أماكن أعرفها لكي نعرف طريق العودة. هذه طريق سيارات محلية الصنع. انظروا، يا إلهي، انظروا هذه الطريق. سوف نصل إلى آخرها وسوف نرى، سنطلعكم عن الخبر. كنت أتوقع أن نجد مكان بسيط. انظروا، هذه مروحيات الطاقة الريحية. لقد وصلنا إلى الطريق حيث نراها بحجم كبير. انظروا إلى الشمس. المكان هنا نستطيع أن نرى فيه شبه الغابة. لا نستطيع أن نرى الغابة كلها. لا أستطيع التكلم من شدة التعب. لنصل ونرى ماذا يوجد هناك. في الطريق وجدنا هذا المكان، لا ندري ما هو. سوف نرى بعد قليل. انظروا أين وصلنا. وصلنا إلى منطقة بعيدة جدا. نرى فقط الأدغال. ابتعدنا عن المدينة كثيرا، حقا كثيرا. هذا مكان مهجور. لقد وصلنا إلى القمة تقريبا. سوف أصعد هنا فقط، سأصل فقط إلى هنا لكي أريكم المظهر. مدينة سالفنيتا كلها تظهر، وبحرها وجميع الأحياء حتى الطريق إلى بحر الريفيين. واحد، اثنان، بسم الله.
وجدتمونا أخطأنا الطريق. من الحظ أننا وجدنا أحد سكان الجبل قال لنا أن الطريق لا تؤدي إلى أي مكان، لذا قررنا أن نعود لحال سبيلنا. انظروا، لقد قطعنا مشوار يعني لا نستطيع التحدث لأننا لم نصور هذا المشوار، إنه مشوار طويل جدا. الآن سوف نعود في حال سبيلنا، لقد علمنا الطريق التي سوف نرجع منها. حظنا لم يكن سيئا جدا لأننا قد وجدنا أحدا يرشدنا إلى الطريق. لو لم نكن محظوظين لوجدنا أنفسنا عالقين في تلك كتلة من الأشجار الوعرة والمليئة بالأشواك. وهذا ما أحبه في المغامرات، لأنك تستكشف أشياء جديدة. لذا لكي نطول، لن نطول عليكم الفيديو، نلتقي بعد قليل. كما ترون هذه هي الطريق سوف ننزل منها، طريق شبه غير طريق لأن فقط نصنع الطرق، لا يوجد طريق حقيقة. لذا من المفضل أن ننزل من هنا، أفضل من أن لا ننزل، لأننا قريبا. هذه هي المنطقة التي بدأنا منها التصوير وسوف ننهي فيها التصوير. أهو إسماعيل قد وصل، سوف أشرح لكم كل شيء في التفصيل عن هذه الرحلة في المنزل، تابعوني. هذه الطريق التي مررنا منها، لا يوجد طريق حرفيا، هذه هي الطريق الحرفية التي أطلعنا عنها السيد ولم نكن نعرف أنها هي الطريق. وجدتموني سوف أنزل، وهذا هو الغروب كما ترون، يبدو منظرا جميلا. لو بقينا فوق لكنا سوف نرى منظرا أجمل، لكن لا نستطيع لأننا لن نستطيع رؤية أي شيء بالليل، لأنها غابة ليست مدينة. كاد أن يسقط. حضرت الآن أجهز الماء الذي كنت أخذته من العين، وسوف نذهب إلى الجيم بعد عودتي من مشوار 5 ساعات أو أقل من 5 ساعات، 3 ساعات. مغامرة كانت شيقة، لا أدري كم ساعات، يعني لقد ذهبنا في وصلنا هناك في 4، الآن 8. المهم تلك 4 و5 ساعات مشيا، لم نتوقف لم نرتاح، لأننا نستكشف أماكن أول مرة نستكشفها وبدون مساعدة أحد السكان القرويين الذي سوف أدعي معه إلى يوم القيامة، لأنه ساعدنا جدا لأننا لم نكن نعرف مكان الرجوع. لقد كنا نريد أن نرجع في حال سبيلنا، ولكن الطريق الذي صعدنا منها صعبة جدا، صعبة، مستحيل النزول منها، فقط صعودها صعب. أنتم تعرفون الصعود ليس كالنزول، النزول أصعب بكثير. رأينا أماكن جديدة، رأينا ذلك الكوخ المبني بالصفيح وفيه بعض من الناس، لا ندري ما هي هويتهم، هل هم متشردين، هل هم لا نريد أن نعرف من هم. لقد التقينا رجل بحصان، لديه حصان وكلبين، لقد رحب بنا ولم يكن خطرا علينا. الآن سوف أذهب إلى الجيم، وهيا بنا نلتقي في الجيم. To my favorite place, I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You make
I'm staying over here in Passport. Baby, I'ma say.